السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي في كل مكان بحييكم برحب بكم، معاكم كينج شيف، بحييكم تحية من قلب وأشكر كل أصدقائي اللي متابعيني وبيكتبوا تعليقاتهم الجميلة، وأصدقائي طبعا اللي لسه ما اشتركوش في القناة أتمنى ما يشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يصلكم منها كل جديد. طبعا دايما طبعا اتابعتوا قبل كده فيديوهات الكافيار وازاي ان احنا قدرنا نخليه معلبات كده بعد ما كان كافيار ملحناه وخلينا معلبات كده، وزي ما قلت لكم هو كده اخد الملح بتاعه يا جماعة، حتى لو سيبناه يعني سنة كده عمره ما هيبوظ، طالما هو متغطي بالزيت مش هيبوظ. احنا النهاردة هنعمل سلطة الحمص بالكافيار. طيب سلطة الحمص دي من سلطة جميلة جدا، اتمنى دايما تتابعونا وتشوفوها وتشوفوا الطريقة بتاعتنا. معانا نص معلقة صغيرة فلفل، الملح بتاع زي ما قلت لكم موجود هنا، معانا فصين توم على 150 جرام حمص بس، طبعا بليناهم الاول وسلقناهم كويس وبقوا جاهزين معانا. هننزل بالحمص في الكبة بتاعتنا، انتوا شايفين كده، هنخليه يا جماعه هنخليه بوريه خالص، الحمص ده هنخليه بوريه. طبعا هتتابعونا دلوقتي وهتشوفوا هو هيبقى بوريه ازاي. هنزرع بفصين التوم على طول وهننزل عليه ببيض السمك. طبعا احنا الاول هننزل، طبعا ما اقولكمش ريحه الكافيار عامله ازاي وانا بفتح العلبه، هننزل بمعلقه كده ونص وهنشوف هنحتاج قد ايه، لان طبعا اللي قلت لكم الكافيار ده شديد مش اي زي اي كافيار عادي، لا شديد جدا ومنشط جميل جدا. طبعا هنبدا نفرم مكوناتنا كلها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما انتم شايفين كده فرمناه نص فرمه كده، شايفين اتفرم خلص معانا هواتي، بس لسه عاوز يتنعم خلص كمان معانا. هننزل عليه لو عندنا طبعا زيت زيتون، ننزل عليه بكاس زيت زيتون، ما كانش عادي زيت عباد الشمس او زيت عادي، هننزل به وهنكمل فرمه لحد ما ينعم معانا خالص ويبقى سلطه. طبعا يا جماعه هو دلوقتي نعم معانا خالص زي ما انتم شايفين كده، والسلطه بتاعتنا بقت جاهزه، بس احنا طبعا عشان نعرف السلطه بتاعتنا حدقها بقى كويس ولا لا ونعرف طعمها مع الكافيار هندوق الاول قبل ما نطلع من الكبه. بصراحه جميل جدا، بس لو حطينا فيه كمان نقطه خل هتعلي النكهه معاه قوي، هتبقى نكهته جميله جدا. معانا 4 معالق خل ابيض نزلنا بيهم، وبكده يا جماعه بعد ما احنا ضفنا الخل وطبعا فرمناه خالص ودلوقتي السلطه بتاعتنا بقت جاهزه حتى من غير ما ادوق من غير اي حاجه، يلا بينا ننزلها في الطبق. طبعا ده مش طبق التقديم، ده الطبق بتاعنا بتاع البيت او المطبيه بتاعتنا اللي هيبقى فيها السلطه دايما وفي اي وقت ناخد منها، وطبعا دي تتحط جنب الاكل كمقبلات وجميله جدا. طبعا استنونا نحطه في اطباق التقديم وتشوفوا احنا هنقدمه ازاي باي شكل، لان احنا ممكن نقدمه باشكال كتير جدا، بس طبعا هنضيف عليه الاضافه الاخيره اللي هي طبعا عود البقدونس بتاعنا او عود الكرفس او ممكن عود شبت، يعني اي حاجه خضراء تزين وتعلي النكهه بتاعته. هناخد 4 5 ورقات كده سلام ان احنا نزين بوم في الاخر، وهننزل عليه بالحاجه الخضراء بتاعتنا. قلبه كويس وبكده السلطه بتاعتنا بقت جاهزه، هنلم حاجتنا هنحطه في اطباق التقديم وهنوريه لكم ان شاء الله. وبكده يا اصدقائي في كل مكان زي ما انتم شفتوا كده، احنا طبعا كان عندي اشكال نجمه وقلوب ووردات كده، عملت الاشكال ديت الجميله ديت. اتمنى ان الطبق يعجبكم واتمنى كل السلطات اللي احنا بنقدمها تعجبكم، وانتظرونا سلطات تانية كتير وانواع كتير من السلطات هتعجبكم ان شاء الله. ولسه عندنا كمان سلطتين من طبعا من سلطات بيض السمك لسه هقدمها لكم، وان شاء الله دايما المحتوى بتاعنا مش هيقف، دايما هقدم لكم كل جديد. بحبكم في الله وبشكركم على التعليقات الجميلة الداعمة وبشكركم على المشاهدات. كان معاكم كينج شيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.